عبر التاريخ كان الإنسان يبحث عن اختراع يحاكي العقل البشري في نمط تفكيره، وحاول كثيرون إيجاد تفسير منطقي لمفهوم الذكاء الاصطناعي، منهم الكاتب صامويل باتلر الذي كتب في روايته آريان عام 1872 عن الآلة والدور الذي ستلعبه في تطوير البشر ونقل العالم إلى التطور والازدهار، إلا أن الذكاء الاصطناعي بقي محصوراً في الخيال العلمي للكتاب وصناع الأفلام. لكن في عام 2018 انتقل الذكاء الاصطناعي من الخيال العلمي إلى الحقيقة، ولم يعد يحتل مكاناً في عالم الثقافة الشعبية فقط، بل نما على أرض الواقع حتى أصبح أداة رئيسية تدخل في جميع القطاعات. ووصلنا لتقنيات لم يكن أحد يتخيلها، كالاعتماد مثلاً على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بهجوم إرهابي محتمل، أو روبوتات تشبه الأفاعي ستساعد رواد الفضاء في مهمات القمر، أو حتى طباعة أنسجة عيون بشرية لفهم أسباب الإصابة بالعمى. لكن المفاجأة أن يكون عام 2023 هو العام الذي سيصبح فيه الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في سوق العمل، حيث يتوقع الخبراء أن يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى نصف مليار دولار هذا العام، كما يؤكدون أننا سنشهد الذكاء الاصطناعي يؤدي أكبر دور في السيارات الصحية والرعاية الصحية، كما سيدخل مجال السفر حيث سنرى المزيد من مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين سيدعمون في انتشار تجربة سفر أكثر سلاسة. وسيمنح الذكاء الاصطناعي الفرصة لتحرير آلاف الموظفين وتطويرهم بالشكل الأمثل، كما سيكون قادرا على تحسين تجربة العملاء والموظفين وتحقيق الاستدامة. أما في مجال البيئة فسيساهم الذكاء الاصطناعي في خفض انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول عام 2050. ويؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ستساعد على إنقاذ المزيد من الأرواح وتخفيف المعاناة، وذلك عن طريق التنبؤ بحدوث الكوارث والتعامل معها بعد وقوعها، بالإضافة إلى دعم الفئات المهمشة في المجتمع ومساعدة ضحايا العنف. وبشكل عام تعيش البشرية فترة استثنائية غير مسبوقة من التاريخ، حيث يؤكد الخبراء أنه ربما سيصبح لدينا لأول مرة على الإطلاق حلول حقيقية لمعالجة الكثير من المشاكل حول العالم. لذلك يرون بأنه حان الوقت لجعل الذكاء الاصطناعي يأخذ دورا ريادياً في خدمة الإنسانية وإنقاذ الكوكب.